بالنسبة للوصم الاجتماعي يعني الاستيغماتيزاسيون سوسيال هي تصنيفات معناها تقوم على نوع من الاتيكات يعني كل على المجموعة من الأقليات يمكن تكون من الفئة الشبابية أقليات من النساء من الأطفال دونك والأضعف في المستوى السلم الاجتماعي يعني النجم يكونوا هنا هما لأقل يعني رأس مال ثقافي رأس مال اجتماعي رأس مال اقتصادي وينتميوا بالأساس إلى طبقات زادة اجتماعية تكون زادا أقل أقل في السلم الاجتماعي والاقتصادي فيمارس عليهم نوع من الوصم الاجتماعي اللي تساهم فيه المجتمع طبعا بالأساس ولكن المجتمع ما هوش وحده خلق الوصم الاجتماعي هناك سياسات دولة ساهمت معناها قائمة على عدالة معناها ساهمت في انتشار هالوصم الاجتماعي وتبني الأفراد يعني خصوصا الشباب اليوم في تونس كنا نحكيو على كونكري الفئه الشبابيه في تونس التي تنتمي للاحياء الشعبيه يعني تم ممارسه الوصم الاجتماعي على هذه الفئه وبالتالي الافراد او الشباب المنتمين الى الاحياء الشعبيه على سبيل المثال يعني في تونس يتعاملوا على هذا الاساس يعني يستبطنوا فكره الوصم هذية يكون فما معناه مستوى اول من الوصم هدايا يعني يعتبروا انه المجتمع تم اقصاء الشباب هذا او الفئه الضعيفه الاضعف قائم على الإقصاء طبعا الاجتماعي والاقتصادي والسياسي وثم هناك المستوى الثاني من الوصم اللي يتعامل فيه الفرد على ضوء الوصم الاجتماعي يعني يتبنى الفكرة ويصبح الوصم وصم ذاتي وتبنى بذلك ما يسمى لكغيار يعني المسارات تصبح قائمة على ما هو خارج المعايير الاجتماعية يعني الشباب في حالة أنه يكون هو ضحية الوصم يولي اختياراته لشواء انديفيدوية متاع الشباب هذية أو أي فئة أخرى من المجتمع قائمة على نوع يعني تهيمن على فكرة الأقصى ثم تكون الاختيارات يعني فيما يخص الانقطاع المدرسي أو الجريمة أو الهجرة الغير السرية يعني ما يسمى دي سوختي معناها يحاول الفرد يتبنى هالفكرة هذه ويولي الوصم وصم ذاتي يدخل في الكاريير دي هذوما فبالتالي يعني كمرحلة أولى المجتمع هو من يساهم في هذا مرحلة ثانية يصبح الفرد هو من مسؤول على هذه الاتيكات التي أطلقها عليه المجتمع إشكالية الاستيغماتيزاسيون سوسيال في تونس ما هوش مجتمع برك مسؤول عليها أنا أقول أن هي نتيجة زادة كيف كيف لخيارات مع اقتصادية وسياسية تبعتها تونس من منذ أعلان دولة الاستقلال معناها فما خيارات دي شوا بوليتيك وإيكونوميك من 56 اللي آه معناها يعني نعرفوا تونس عرفت معناها نوع من النهضه معناتها لا رونيسونس معناتها ايكونوميك بالشوا يعني ليبرا... مع توسكيل ليبراليه السوق والانفتاح معناتها الاقتصاد السوق اكسيتيرا في الفتره نتاع هيدي نويرا بعد صارت كريز والكل ولكن من بعد نعرفوا انه آه السياسات التنمويه في تونس يعني اللي نعانيو منها توا قائمه على توسكونابيل معناتها ليزينيغاليتي اللا مساواه خلقت نوع من التقسيم من معناها هو انشاء الاحياء الشعبيه هي معناها حديثه الصناعه كما نقول معناها تقسيم الاحياء بالطريقه هذه لي ما بين الاحياء الحدود يعني انه احنا تكون فما ان كونسونتراسيون تاع بوبولاسيون سويت ا ولا ان موبيليتي في تونس معناها الكلها السكان نتاعهم جايين طبعا من المناطق الداخليه وتتمركز حسب الحي يعني اللي موجود تضامن دوار هيشر الملاسين جزء من حي الزهور من معناها الكل سي معناها هي احياء حديثه الانشاء دونك تاريخها قائم على الموبيليتي هذيا نتاع السكان اللي جاوا من بعض المناطق الداخليه وتبنيت فكره ليزينيغاليتي تيريتوريال لانه ما كانش فما تساوي في حدود توزيع التنميه لم يكن بشكل عادل يعني التقسيم دونك زاد معناها خلى اون دونسيتي نتاع البوبيلاسيون اللي هي سميناها البوبيلاسيون نتاع احياء شعبيه دونك هي جرى تقسيمات سياسيه وخيارات اقتصاديه معناها مشيت فيها تونس ممكن ما ظهرتش في فتره ومن بعد ظهرت في اونه اخيره معناتها واللي هو ان بروسيس كامل ما مسار مسار خيارات قعدنا التوا معناتها نشوفوه في في اللي قاعد يصير في الاحياء هذوما <متحدث> الدولة تقعد يعني مفهوم أبستري يعني مجرد فبالتالي مؤسسات الدولة نتحدث باغ اليوم في تونس على المؤسسة الأمنية معناها أكبر الصراعات وأكبر لاكريز دو كونفيونس يعني الثقة يعني اللي هي بريسك مش متواجدة بين الشباب سورتو المواطنين والمؤسسة الأمنية ونعود نرجع بتاتي خلي اكزامبل اللي هو في الحياة الشعبية اليوم يعني اللي هو في حد ذاتها تسلط عليها الوصم يعني وتبنى الوصم على المنطقة هذاك واستبنى الشباب دونك الفكرة هذه فالمؤسسة الأمنية نعتبرها يعني مؤسسة مهمة جدا في في خلق يعني نوع من ولا مساهمة معناها التشبث بهذه الفكرة فكرة الوصم آه كيف كيف ممكن زادا فما مؤسسات اخرى مسؤوله على هذه تمثل الدوله خاطر بار اكزومبل كي نحكي على المؤسسه التربويه المؤسسه التربويه زادا السياسات التربويه ما هيش تقتصر على برنامج تربوي معناها ولا امتحانات ولا مناظرات او شهائد معناها هما بيدهم ممثلين على المؤسسة التربويه لو كور معناتها اونسيون زاد ولو في المؤسسه التربويه يجب كيف كيف انه يعتمد نوع من السياسات العادله في سكون ابل ليغاليتي دو في المساواه في التعاملات لانه بعض المؤسسات دون ان تشعر بذلك يعني هناك نوع من العنف الرمزي احيانا يسلط من قبل المؤسسات هذه سواء المؤسسه التربويه او المؤسسه الامنيه او غيرها من المؤسسات الاخرى على الفرد حتى بصفه غير مباشره ويتعاملون هما بينهم معناتها على ضوء هذا التقسيم اللي صار معناها لا ستيغماتيزاسيون اليغار دي جون اللي هما كما قلت لك الفئه الاقل يعني اجتماعيا والفئه الفئه الاقل اقتصاديا فيتم عمليه التمييز دونك يصير توزيع غير عادل للمعاملات للثروات للامتحانات لكل يعني للمعاملات معناتها فبالتالي نزيدوا نعمقوا من من هالتفاوت هدايا بين بين الشباب ولا بين الافراد الاخرى يعني يعني انت كي تجي في ايكول ولا في كوليج موجود في حي شعبي باغ اكزومبل حضور الامن لهنا في اي مناوشات نجم تصير من اونتر لي في كوليج اللي هي في سن معناها سن معناها حساسه شويه دونك باش يكون ديما فما قمع فما عنف لفظي فما تبادل عنف فما اون اغريسيفيتي على ليغار دي جون دو لادوليسون ولكن ما فماش معناها اون استراتيجي دو كومونيكاسيون نحاول نفهم هو علاش عمل هكاك donc une en fichele fait, mouassassette al-mohiet al-khariji hasbrai mainte euh, ça peut être euh, une stratégie parmi les stratégies efficaces en termes d'intégration et d'inclusion et nous luions les émules de taolo une mouassassette l'exclusif elle a dit قائم على الإقصاء بنوع بشكل أو بآخر راه ينجم ما إقصاء مباشر نجم يكون إقصاء غير مباشر واليوم تعرف أنه الإقصاء الغير مباشر المعنوي يعني الذاتي اللي قائم على الليموسيون يعني اللي نجم يخلي لك أثار نفسية هو أخطر بكثير من الساعات من, من الإقصاء المباشر يعني إقصاء من نوع يعني أنتغم إيكونوميك وإلا اون أنتغم ماتيريال يعني الاقصاء الرمزي او المعنوي عنده اثار اثار نفسيه كبيره وياثر برشا على اختيارات يعني هالفئه هذه سوى شباب او اقليات او نساء او اي فئه اخرى مستهدفه ولا معنيه بالوصم الاجتماعي. الشعبويه سياسه في حد ذاتها دونك وحنا نعرفوا اللي هي معناها توا فما خطاب يحوم حول هذا المفهوم معناها المفهوم الشعبويه في تونس ولكن حسب رايي انا انه الشعبويه او لو ديسكور يعني بوبيليست بلوتو يعني هو موجه الى طبقه معينه من المجتمع ربما في الاونه الاخيره هو معناها شكون مس الديسكور هذايا ما كانش باغ اكزومبل متجه الى الشباب يعني هنا الوصم يتغير لي يعني ما بين في عمليه الوصم الاجتماعي تبدلت معناها في مساله الحدود يعني بالنسبه وسم اجتماعي خارج الخطاب السياسي هو لم يمس بفئه الشبابيه وانما في الاونه الاخيره نتحدثوا على الاحزاب السياسيه نتحدثوا عن بعض رؤوس الاموال نتحدثوا عن المجتمع المدني بعض اطراف المجتمع المدني بعض الصحفيين بعض ممثلين يعني عن الجمعيات دونك كانه لو يعني هذايا كان صلت نوع من الوصم واختار نوع من الفئات التي يمكن ان ما يسمى يعني لا اللي سميتها انت معناها التلاعب بهذه المفاهيم ربما على ضوء يعني آآ آآ اني انا نصنفك او نحطك في خانه يعني معينه وانما حسب انتمائك ربما انتمائك السياسي اكثر يعني كان في الحقل السياسي اكثر منه كان في حقل اجتماعي او في حقل ربما في الحقل الاقتصادي عندما تحدث عن رؤوس الاموال زي كيف كيف ولكن لم يكن لم يمس كثيرا الحقل الاجتماعي يعني نتحدث عن النساء او الاقليات او الشباب المقاطعه الدراسه او الشباب اونتريغومي المنحرف يعني كما يسميه المجتمع دونك في هذا الديسكور بوليتيك هذايا ولا الديسكور اللي مبني على الشعبويه كان فما اختيار استراتيجيه اختيار من سيتم يعني تسليط هالوصم عليهم معناها يعني شكون الفئه هذه وكان واضحه كما سميتها انا توا